قرار إحالة اللاعب هشام بوسفيان وزهير المصرجي على اللجنة التأديبية ديال الوداد، هذا بعد ما رفضوا الامتثال للمدرب فوزي البنزرتي. لاعبين غيمتثلوا أمام اللجنة التأديبية نهار الخميس بمركب محمد بن جلون باش يتم اتخاذ القرارات المناسبة في حق اللاعبين. فهشام بوسفيان غادي يتم إحالته لعدم سياق التعليمات ديال البنزرتي من اللي بغى يغيره، ولكن هو رفض التغيير وبغى يكمل المباراة ضد قرار البنزرتي. كما أن زهير المترجي عبر على الغضب دياله بسبب أنه ما تمش الاعتماد عليه في هذه المواجهة هذه. ردت فعله كانت أنه ضرب قرعة ديال الماء برجله قدام البنزرتي، وبعدها غادر الملعب ورجع تاني لدكة البدلاء. وقال المدرب فوزي البنزرتي بعد نهاية المقابلة: حنا كنلعبوا تحت ضغط كبير في الفترة الأخيرة، ما كانش عندي الوقت الكافي لتحضير الفريق، بالإضافة لأنه كاين بعض اللاعبين مصابين بحكم كثرة المقابلات في الفترة اللي فاتت. وزاد كمل: كاين بزاف الأشياء المتعلقة بانضباط كتوقع داخل غرفة ملابس الوداد.